طموح البطوله المحليه، وده اللي فرق كتير قوي السنه اللي فاتت مع الاهلي. وصعب عند هذا التجاوز. وهاخد التليفون معانا مهم للاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الاهلي. تحياتي يا استاذ شريف، وتحيات طبعا كابتننا الكبير كابتن عادل عبد الرحمن والاستاذ عصام سالم. طبعا وضيوفك الكرام كابتن عادل والاستاذ عصام والمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. اهلا استاذ شريف. اهلا استاذ شريف. انا مستمتع الحقيقه بالحوار والتحديد. يعني طبعا احنا دايما بنبقى عارفين المكالمات معاك دايما بقى فيها بهجه، بقى فيها رساله، سواء كانت لجماهير الاهلي او لاعضاء الاهلي، بقى في منظومه ماشيه بخطى ثابته. علشان كده في حاله من التفاؤل والترقب لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بعد زياره كابتن محمود الخطيب لمحافظ القاهره، وقبلها طبعا الاتفاق مع الهيئه الوطنيه لتطوير مقرات النادي الاهلي. صحيح يا كابتن، يعني الحقيقه انه عمل في مجلس الاداره كاملا بقياده الكابتن محمود الخطيب، ولك ان تتخيل انه بمجرد وصوله من المانيا مساء الصباح الباكر كان عنده اجتماع مع السيد محافظ القاهره، رافقه فيه السيد العام لفاروق نائب رئيس النادي والسيد محمد مكان المدير التنفيذي للنادي. والحقيقه كان يعني زي ما البيان الصحفي طلع والتاكيد على لسان الكابتن محمود الخطيب ولتنسيق اواصر العلاقات الحقيقه مع مؤسسات الدوله، وكمان للاسهام في خروج او الحصول على التراخيص الخاصه بتطوير البنى التحتيه في فرعي او في مقر الجزيره وفي فرع مدينه نصر الموجودين في نطاق محافظه القاهره. الحقيقه كان تعاون كامل وبالغ من المهندس عطف حبيب محافظ القاهره. المفترض انه جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه مع اللجنه اللي تم تشكيلها هيعمل على استخراج التراخيص في اسرع وقت، والمنتظر الحقيقه انه العمل ينطلق في غضون يعني اسابيع ان لم يكن ايام. لكن قبل ذلك ان شاء الله استاذ ايهاب كابتن محمود الخطيب سوف يطل اطلاله اعلاميه، لم يحدد بعد اذا ما كانت ستكون مؤتمر صحفي او حاجه خاصه لقناه النادي الاهلي، ليوجه رساله لجماهير النادي الاهلي ولاعضاء الجمعيه العموميه فيما يشبه كشف حساب عن الفتره اللي قضاها المجلس خلال المرحله الماضيه. استلموا النادي ازاي؟ تمويل حصلوا عليه منين؟ خطه العمل؟ المده التنفيذيه اللي هتستغرقها الاعمال؟ ايه طموحاتهم؟ ايه امالهم؟ والحقيقه ده عمل دؤوب، انت بتتكلم في شهرين، شهرين و10 ايام منذ توليهم مقاليد الامور يوم 9 ديسمبر 2017، فالنهارده احنا بنتكلم في 70 يوم بالظبط. واضح ان برنامج عائله الاهلي ماشي بشكله وبتوقيته يمكن اسرع شويه. ده حقيقي، انا متفق مع حضرتك، لانه في اخلاص وبالتالي في توفيق من عند ربنا. طب يعني العمل يا استاذ شريف في المقرات هيكون بالتوازي ولا هنبدا بمقر معين ونكمل في الباقي؟ بالتوازي. لا بالتوازي، حتى في الشيخ زايد المفترض هينشا هناك يعني مقر او مبنى اجتماعي على اعلى مستوى ومجموعه من الملاعب. مقر الجزيره هيشهد بقى اكبر عمليه تطوير لاسوار وللبوابات كامله استهاب، بالاضافه الى يعني ايضا في محاولات لادخال الغاز، النادي قطع فيها شوط كبير علشان حمامات السباحه وابنائنا السباحين اللي بيتمرنوا في كل وقت. كمان في تطوير للمبنى الاجتماعي. حقيقه ان التصور العام اللي قدمه جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه ان شاء الله لما يتحول الى واقع على الارض شيء فعلا يجعلك ويجعل كل مصري مش بس كل اهلاوي فخور بهذا المستوى من الرقي اللي يليق بابناء النادي الاهلي لاعبين واداريين واعضاء وحتى الجمهور اللي بيشرفنا في زيارات مختلفه للنادي. مدينه نصر هتشهد الحقيقه اكبر عمليه تطوير ايضا، سواء في قاعده جديده للاعضاء مكان ملاعب التنس القديمه او المنطقه الترفيهيه اللي بجوار المكتبه. الحقيقه دي هيكون فيها عمليه تطوير كبيره جدا، وان شاء الله سينشا فيها ايضا يعني صاله مغطاه في مرحله لاحقه واضمار العاب قوة، بالاضافه الى حمام سباحه تدريبي اخر. فالحقيقه في عمل طموح، يعني انا متوقع ان هو ينطلق مع بدايه شهر مارس، وفي غضون من 6 إلى 8 شهور ينتهي هذا العمل، وترى الحقيقه يعني نقله حضاريه كبيره جدا لمقار وفروع النادي الاهلي. ان شاء الله تكون نقله كبيره ونقله عالميه طبعا، وده اللي موجود في برنامج عائلة الأهلي الكابتن محمود الخطيب ومجلسه. لكن هل الفترة الجاية بقى هيكون في مؤتمر صحفي أو عدد المؤتمرين حسب ما بنسمع؟ عايز أخد من حضرتك بالنسبة للكابتن محمود الخطيب، هل هيكون له في مؤتمر صحفي الإعلان عن بعض الأمور في الفترة الجاية؟ وعلى الجانب الآخر برضو مشروع القرن للنادي الأهلي، هل الفترة الجاية برضو هيكون في مؤتمر صحفي الإعلان بعض الأمور؟
بالتاكيد يا كابتن ايهاب. يعني خليني بس اطمن حضرتك فيما يتعلق بالكابتن الخطيب انه قبل ما يعود الى المانيا مره اخرى لتنفيذ برنامجه التاهيلي والعلاجي اللي هيستمر لمده 4 اسابيع ويحقق الحصول على مجموعه من الجلسات في احد المراكز هناك، كان عنده اصرار انه يعود اولا من اجل استكمال اجتماعات مجلس الاداره وتوقيع البروتوكولات وتسيير الامور، ثم الاعلان عن حجم ما تم من اعمال وبدايتها زي ما قلت لحضرتك في مؤتمر. تمام. ان شاء الله احنا شغالين على هذا الامر، ومجرد تحديد الموعد مع الكابتن خطيب سنعلن بالتاكيد للراي العام ولكل وسائل الاعلام، وربما يكون في مقر النادي بالجزيره ان شاء الله. فيما يتعلق ب يعني مدينه الاهلي الرياضيه وفي القلب منها بالذات، نتعلم ان هذا مشروع استثماري بيشتغل عليه الحقيقه مجموعه من المستثمرين على اعلى مستوى مع الحكومه المصريه اللي مهتمه جدا بالمشروع، سواء فيما يتعلق بتوفير قطعه الارض المناسبه او بتوفير التمويل اللازم، وبالتالي بمجرد ان تنتهي الاجراءات المتعلقه بتحقيق قطعه الارض والاتفاقات اللي هتتم بين الحكومه المصريه وبين المستثمرين هيكون في لقاء مع النادي الاهلي، ثم تحديد موعد لاعلان التفاصيل الخاصه بالاستاد وبدايه العمل ان شاء الله، اللي هيستغرق 36 شهر علشان نلعب في استاد يحمل اسم النادي الاهلي او يكون ملك النادي الاهلي، سيكون بعد 36 شهر ان شاء الله من بدايه العمل. انا عايز اطمن الجمهور بس، الناس متخيله ان في حاله كده من الهدوء وبالتالي في تخوف انه يكون في يعني تباطؤ في عمليه بناء الاستاد والحصول على الارض. انا من خلال قناه النادي الاهلي، من خلال حضرتك وبرنامجك المحترم، لا انا بطمن جمهور النادي الاهلي الحقيقه وكل جماهير كره القدم في مصر انه قريبا وقريبا جدا ان شاء الله سوف ينتهي هذا الامر. هي اجراءات في النهايه اداريه وروتينيه لابد ان تنتهي، ثم النادي الاهلي بيدخل على الخط وبيوقع او بيحول مذكره التفاهم الاولى اللي وقعها بالاحرف الاولى في المملكه العربيه السعوديه وقعها النادي نائب رئيس النادي السيد العمري مع ممثل المستثمرين الدكتور ركان الحرفي، هتتحول الى اتفاقات يعني نهائيه وعقود متكامله ويبدا العمل، لان المستثمرين جاهزين وعازمين الحقيقه، وايضا في جديه شديده ودعم لا محدود من الدوله المصريه في هذا. استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي، بشكرك على هذه الايضاحات، وان شاء الله دايما تكون يعني مكالماتك كده مبشره ودايما فيها تفاؤل لكل جماهير النادي الاهلي والجمعيه العموميه للنادي.